مرة تانية نتكلم على المواليد يا فندم، أخبارهم إيه؟ لا طبعا حضرتك من فضلك لا يوجد إضافة المواليد، زي ما قلت إن هناك موازنة محطوطة ولم يكن فيها إضافة المواليد، فموضوع إضافة أيام أزمة كورونا لسبب معظمها راح للاستخارة والتعليم البنية الأساسية في الاتصالات، فبالتالي إحنا كمجتمع يجب إن موازنة بنديرها معينة حتى يمكن الخروج من المواقف الخطر في كورونا، او النهارده في موجه تضخميه عاليه، ما نقدرش نقعد نتكلم في نفس الموضوع مش لاسباب معينه، لاسباب مش موجوده في الموازنه. الموازنه هي اللي حكمانا. طبعا الموازنه افترض احنا عندنا 64 مليون مستفيد من القلعة التموينية، وعندنا 71.5 مليون مستفيد من وده بيتحسب بناء الموازنة، ومن ثم ما نقدرش نروح مزودين 2-3 مليون ثم منين؟ نعم واخد بال حضرتك؟ لا كل بعض الاخبار اللي بتنزل وتقول اضافه مواليد، برنامج حضرتك اللي مستمع ليك الكثير لا يوجد إضافة مواليد حتى هذه. السيادة الرئيس لما اتكلم على المواطن اللي عمل بطاقة باسم سيادة الرئيس وصرف في المنيا، حصل ده ازاي وازاي ما تم اكتشافه؟ حضرتك عارف كويس جدا ان كان هناك اخطاء في قاعدة البيانات، هناك متأسف ان انا اقول يعني من يستغل ذلك وضعف في هذا الوقت اضاف اي ارقام قومية واي كذا، فأثناء ما احنا بنراجع البيانات، وده كان المراجعة في 2019 والشكر لهيئة الرقابة الإدارية وكذلك إدارة الاتصالات التي تم المجهود الكبير مراجعة البيانات، لقينا الرقم القومي بتاع سيادة الرئيس موجود في بطاقة سند في اللحظة نفسها نتيجة واضح الاسم لا يتناسب مع وبالتالي مش هطلبه. لما رجعنا وتم التحقيق لقينا السيده لا تعلم. احنا دلوقتي بندقق مع الرقابه بنشوف ايه المكتب الرقم وايه تسلسل الاجراءات اللي عملت حتى يمكن نشوف من المتسبب في هذا الخطا، نتيجه هذا الخطا ليس لمجرد وجود رقم بتاع سيادة الرئيس وهو حاجة كبيرة، إنما لمجرد التلاعب وعمل خط لا يرجع، ما فيش أي أرقام قاعد يصرفوا قد إيه من النهاردة بس أقول لك لا من النهاردة النهاردة يا سيادة الوزير؟ ما أعرفش إمتى إحنا لغينا هذا الرقم من 2019 نعم. انما في النهارده بنشوف الانشاء بتاع البطاقه وازاي اتضاف هذا الرقم ومين اللي قام بكده، ففي تحقيق دلوقتي موضوع. انما عايز اطمنك ان احنا عندنا دلوقتي قاعده بيانات منضبطه لا يوجد لها ارقام قوميه خطا، ولكن بننقي بقى القيد العائلي، هل في بيانات زي الشفا بقيت في افراد لا يجب ان يكونوا في هذه فده مرحلة تانية شغالين على تنقية دلوقتي. التنقية برضه انا قلت في المؤتمر التنقية عملية طول ما احنا بنحفز البيانات وبنديها بيانات ومنضبطة عملية التنقية مستمرة دائما. دكتور علي مصالح وزير التموين والتجارة، اتفضل سيادة الوزير. لا انا بشكرك جدا، واهم حاجة ان كلنا نشترك مع بعض، المواطن الحكومة القطاع الخاص قطاع الاعمال، لابد ان احنا بالطريقة العلمية اللي انت كنت فيها او كان بيشرح بيها مشاكل، احنا عندنا مشاكل حقيقية فيها حق، لابد ان دي الحقائق ونسقطها على الواقع بتاعنا، ثم القرارات بتاعتنا تكون ضمان توفر وإتاحتها للمواطنين بالأسعار العادلة.
دكتور علي مصالح وزير تموين التجارة الداخلية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نطلع لتقرير عن مواد التموينية، السلع، الزيوت، السمنة، المكرونة، الرز. تعالوا نتابع هذا التقرير في المفاصل الأخير وأعود لحضراتكم.